والله يا ابو مجد ما شاء الله هذه قصة واقعية صارت قد ذكرتها بس والله انها جميلة. العزوبية واحدة امرأة طقت عليها واحدة الباب وقالت ابي شيء يعني تطلب حاجة يعني منها. فتقول انا التفت ما هي مدرسة وتعطيها دراعة لها فستان ولا ايش يسمونه؟ ثوب ثوب لها يعني عطت هي او جلابية وسكت الباب قالت الله يعطينا وياك وكذا. هذيك شافت الدراعة قالت وش ذي؟ تعطيني كذا خلاقينها يعني ورمتها عند الباب ومشت. سبحان الله ذيك ترجع للبيت عند شوي إلا جاها فر الشريط حق مخها. أيوة توها مستلمة راتب معلمة وحطتها في الدراعة. يا الله فقالت شو شلون؟ قالت أوه الفلوس في الفلوس بالدراعه الفلوس يا ولد راحت الفلوس الراتب. ايش قالت هذه؟ قالت الله ما كاتب لا رزقها ابد هي سبحان لها. الله سبحان الله النيه أيوة شوف كتبت النيه هالحين وتجي اجر الصدقه راح وتطلع يوم طلعت شافت الدراعه مرميه تناظر فكت فلوسها فيه. لا اله الا الله ترى وصلها اجر الصدقه نعم ورجعت فلوسها. يا سلام عشان كذا انا اقول النيه الواحد ينوي بس خير ينوي بيجي بعين خير باذن الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اي والله انا مره خذ الموقف ده معليش.